طيب خلينا ناخد كابتن ناصر عباس طبعا حكمنا الدولي والمحلل الفني في قناه النادي الاهلي معانا على التليفون، هنتكلم معانا ونرجع نتكلم بشكل كبير جدا ونكمل كلامنا. كابتن ناصر مساء الخير. تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. كل الساده المشاهدين، وطبعا بنتمنى طبعا التوفيق للتحكيم ونتمنى التوفيق لكل فرق الدوري المصري. كابتن ناصر في نفس المكان ده كنت ضيف عليا هنا في السادسه، وقلت انه لما جينا اتكلمنا على الفار قلت اعتقد انها فرصه كبيره جدا لدعم الحكام المصريين، واتمنى ان وجود الفار يساهم بشكل كبير جدا في تقليل الاستعانه بالحكم الاجنبي عشان الحكم المصري ياخد فرصته، واعتقد انه الفار هيكون واحد من الادوات المساعده اللي تخلينا نطلع بره فكره التعصب او التطرف او التحامل خليني اقول على الحكم المصري. لكن الحقيقه اللي شفناه في الماتشات السابقه سواء فيما يتعلق بمعايير تطبيق مواد القانون او سواء فيما يتعلق بمعايير اختيار الحكام لادارات المباريات يخلينا نحط كتير من علامات الاستفهام. يهمني اسمع راي حضرتك. طبعا اكيد كلام حضرتك ممتاز كابتن احمد، واحنا قلنا فرصه للحكام كلها لما بيكون الفار موجود اكيد الاخطاء بتقل. ليه؟ بتبقى في فرصه للحكم ان هو بيتراجع مع المخالفه لما الفار بيجي. ولكن هنقول حاجه مهمه جدا كابتن احمد، ان احنا بنتكلم النهارده في تطبيق التقنيه، هو طبعا للاسف الشديد ان هناك فروق فرديه في التقدير العام للاخطاء الفنيه والعقوبات الانضباطيه، قد تختلف من حكم الى حكم. زي ما حضرتك تفضلت وقلت احيانا بتبقى نفس اللعبه هي في نفس المباراه والقرار بيبقى مختلف في اللعبتين، ودي مشكله التقدير اللي الاتحاد الدولي دايما بيحاول في الكورسات اللي بتتعمل في الاتحادات القاريه والاتحادات الاهليه ان هو يحاول يوحد القرارات التحكيميه. طب ممكن ناخد حاله واحده بس كابتن ناصر، تسمح لي ناخد حاله واحده، يعني الحاله اللي بيرفع فيها او بيحصل فيها تداخل ما بين قدم لاعب وراس لاعب تاني، هل نص القانون ما وضحش ازاي المخالفه بتتحسب في الحاله دي؟ هو هنا خلينا نتكلم كابتن احمد في الحاله اللي هي حضرتك بتتكلم فيها في اللاعب اللي هو لعب الكوره، هل هو نجح في لعب الكوره؟ اللاعب المنافس نجح في لعب الكوره ولا ما نجحش في لعب الكوره؟ في فرق كبير جدا لما بنيجي نتكلم في الركله الحره غير مباشره، وهل تحتسب امتى؟ دي كلها ليها معايير زي ما قلت لحضرتك، انت ممكن جبت لقطتين القرارين كان فيهم مختلفين. هنا زي ما قلنا الحكم بيختلف تقديره من حكم الى اخر. وعشان توحد الامور ديت كابتن احمد هتبقى صعبه جدا جدا، لان احنا قلنا زي اللاعب بالظبط، في لاعب عنده موهبه ولاعب عنده امتيازات وفي لاعب ثاني قدرته الموهبه عنده قليله. طب انا هقول مثلا الجزئيه دي يا كابتن ناصر فيها تقدير من الحكم تختلف من حكم لاخر حسب رؤيته للواقع، لكن خليني اقول لك على حاجه كابتن عشان انا بس هتكلم في جزء مهم جدا. اتفضل كابتن ناصر. وهو تقريبا في الدقيقه اللي هي حصلت فيها شد من اللاعب نادي الاتحاد، ده كان سؤالي لحضرتك. هو ده كان سؤالي جدا جدا. ايوه احنا قلنا الفار كابتن احمد بيتدخل في الحالات الاربعه اللي من ضمنهم حاله ركله الجزاء جوه او بره. جوه او بره، ودي الاماكن اللي هي بنقول ايه الحقيقه المكانيه. الحقيقه المكانيه دي موجوده عند مين؟ عند بتاع الفار او عند الحكم بتاع الفار. لو شفت الحاله هنلاقي ان الحقيقه المكانيه هنا ان المخالفه تمت من الخارج وامتدت الى داخل منطقه الجزاء. تمام. وبالتالي هنا الفار طلب الحكم للمراجعه في الحاله اللي هي بتاعه لاعب النادي الاهلي هنا، وهنشوف قد ايه الشد كان موجود من بره وتواصل وامتد الشد الى جوه. حتى لو اللاعب هنا على خط ال 18 يا كابتن احمد، هنا الخطوط بتعتبر ضمن المناطق المحيطه بها، وبالتالي هنا حتى لو اللاعب على الخط واتشد بتبقى ركله جزاء واضحه جدا جدا للنادي الاهلي. وهنا انا بستغرب بقول ان الفار لما بيجيب الحكم، هو هنا الحكم هنا بيقول ايه؟ في ركله جزاء او مش ركله جزاء؟ طب الحكم الفار جاب الحكم، اذا الفار عنده حقيقه بيقولها للحكم، تعالى اتفضل وشوف عشان تاخد القرار. هذه الحاله طبعا حاله من الحالات اللي هي كانت واضحه امبارح.